هواي هسه الجمهور يحكي علي انت ليش مسوي برنامجك ويا حيدر زكي على اساس عود يعني تتنافس ويا حيدر، بينما انا نفس الشيء من اجيت كان عندهم وقتين، وقت شفته مو مناسب وعندهم بس الدعش، لانهم اصلا مشترين فد مسلسل وبيبثوه بهذا الوقت متفقين ويا الشركه المنتجه للمسلسل، فشفت الموضوع يعني منطقي. هواي حكينا بالقصه شفت الموضوع منطقي، يعني ما عندي مجال الا ساعه 11، فالجمهور يعتقد بانه انا مثلا متعمد اسوي ساعه 11. انا افرح اذا تصير برامج ساعه 11 صارت هذا بالدعش، وانا اريد ابوع عليك شو تطلع حتى اذا برنامج موضوع نفس الشيء اغير، بس انا ما اعرف صارت بالدعش هواي برامج. انا بالنسبه لي بس شنو سلبياتها؟ سلبياتها انه مقدمين البرامج ما يلتقون، لان برنامج يومي اي مشكله الضيوف، حتى للضيوف يعني حتى للضيوف هم راح يصير يعني مشكله كبيره للضيوف وبمتابعه، واذا شخص تابع هذا البرنامج هم راح يصير زعل مشكله، وبالتالي شلون دخلتونا بمشكله يعني. اي لا اقول لك انت ليش سويت ساعد عش ها انت تعود عود على مود حيدر زكي، لو تموت ما تصير مثل حيدر زكي. يا ما ارد اصير مثله بس انا اضطريت يعني.